ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. العلامة المصطفوي رحمه الله في ضمن الأمور اللازمة والضرورية للسالك إلى الله يذكر الأدب. الأمر السادس هو الأدب. قبل أن أدخل في البحث الموجود في الكتاب، أريد أن أشير إلى بحث رائع أيضا إذا تريدون أن تتوسعوا في هذا البحث، في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله في المجلد السادس من الصفحة 256. العلامة يبدأ ببحث حول الأدب إلى صفحة 328، فهناك بحث حوالي 60 صفحة حول الأدب في المجلد السادس من الميزان. والعناوين في هذا البحث يقول في الأدب في فصول: أولا معنى الأدب، ثانيا اختلاف الآداب، ثالثا معنى الأدب الإلهي، رابعا الأدب إنما ينتج مع العمل، خامسا أدب النبوة العام إجمالا، سادسا أدب الأنبياء المحكي في القرآن تفصيلا، سابعا أدبهم مع ربهم بين الناس، وثامنا أدب الأنبياء مع الناس، وبالأخير في سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه خاصة. فهذا بحث رائع في تفسير الميزان، إن شاء الله تستطيعون أن تراجعوا في المجلد السادس من التفسير باللغة العربية. وربما إن شاء الله أنا أشير إلى بعض الأمثلة في كلام العلامة رحمه الله إذا هناك فرصة. خب، العلامة المصطفوي يقول الأدب بمعنى الظرافة اللطافة، وهذا أيضا نفس ما يقوله العلامة الطباطبائي رحمه الله. يعني هو يقول الأدب على ما يتحصل من معناه هو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليه الفعل المشروع. مثلا آداب الأكل، ما هي آداب الأكل؟ الأكل فعل مشروع، ولكن ليس الإنسان يأكل كيفما حدث، هناك آداب. آداب الأكل، آداب الشرب، آداب بالنسبة إلى مثلا الزواج، آداب بالنسبة إلى تربية الأولاد، آداب بالنسبة إلى الجوار. فالأدب هو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليه الفعل المشروع، إما في الدين أو عند العقلاء في مجتمعهم. مثلا كآداب الدعاء، الدعاء عمل مشروع في الدين وعندنا آداب في الدعاء، مثلا استقبال القبلة، يكون الإنسان متوضع وكذا. آداب ملاقات الأصدقاء،
هذا عمل مشروع عند العقلاء وللتقاء آداب. وإن شئت قلت ظرافة الفعل. ظرافة الفعل أن يكون الإنسان ظريفا لطيفا، يعني يهتم بالأمور الجزئية. بعض الناس هكذا، يعني حينما يقومون بأي شيء يراعون الأمور الجانبية أيضا هكذا. مثلا حينما يأكل يراعي جانب من يكون جالسا على المائدة، يراعي مثلا من يكون ينظر إليهم من الخارج، يراعي مثلا السرعة في الأكل في البوت، كم يأكل، كيف يأكل، كل هذه الأمور، الدعاء، الشكر، الثناء، الشكر بالنسبة إلى من قدم الطعام وحذر الطعام، كل هذه الأمور يهتمون. بعض الناس لا، فقط يأكلون لا يفكرون حول أي شيء. هؤلاء ليسوا عندهم اللطافة الظرافة حتى يهتمون بالتفاصيل. فالعلامة المصطفوي يقول الأدب له معنى عام، ولكن في كل مجال له مصادق خاصة. في مجال الكلام، في مجال العمل، في المجالسة، في الطاعة، في المعاملة مع الخالق، في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع الله. ويقول للسالك إلى الله الأدب من أوجب الواجبات. في أي شيء يجب أن يكون مراعيا للآداب، حتى في النوم، حتى في الجلوس، في المشي، في العمل، سواء كان مع الناس أو يكون وحده مع الله سبحانه وتعالى. مع الناس مثل المجالسة، مصاحبة، محادثة، معاملة، مباحثة، مزاوجة، مشاركة، معاهدة، مسافرة، نسافر معا. مع الله مثل العبادة والدعاء والمناجات، وأيضا تقديم الحاجات. كيف نقدم حاجاتنا إلى الله؟ أي أدب نراعي حينما نطلب منه شيئا؟ والعبودية وغير ذلك. فيقول السالك يجب أن يراعي جانب الأدب في جميع حركاته وتصرفاته وأقواله. وإذا لا يراعي الأدب يعني كأنه يتصرف هو حر، يعني لا حرية بالمعنى السلبي، بالمعنى السيء، يعني حر بالنسبة إلى حدود العقل وحدود الشرع، يعني لا يبالي بالحدود الشرعية والعقلية والعرفية. عندنا في القرآن والروايات كلام كثير حول المعروف. المعروف بشكل عام يعني الشيء الذي يكون معروفا عند الشرع أو عند العرف أو معا. معروف عند الشرع بالعرف يعني الشرع بالعرف يريان هذا الشيء بشكل صحيح، يعترفون بهذا، يجدونه مقبولا. هذا معنى معروف. القرآن الكريم يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا سورة أعراف آية 199. وأمر بالعرف يعني وأمر بالشيء المعروف لدى الشرع والعقل، لدى العرف والمتشرع. وفي سورة البقرة آية 263 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا تستطيع أن تتكلم بشكل معروف، كلام حسن رائع لين، و
تغفر أخطاء الناس هذا أفضل من أن تعطيهم نقود أو طعام أو شيء ولكن بعد ذلك تؤذيهم بتصرفك أو بكلامك. يعني إذا لا تؤتيهم ولكن تحترمهم وتراعي الأدب معهم هذا أفضل من أن تؤتيهم ولا تراعي الأدب وتؤذيهم. فيقول من هنا يتبين أن الأدب بمعنى لطافة والظرافة، وهذا يعني العمل الذي ناتي به وفق الأدب يكون معروفا. ويشير إلى إذن هذا الكلام للقمان الحكيم في سورة لقمان آية 17: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأمر بالمعروف يعني شيء يكون معروفا لدى العقل والشرع والعرف. العرف شيء مهم. نعم، لا نعمل وفقا للعرف خلاف الشرع أو خلاف العقل، ولكن إذا يكون شيئا مشروعا في الجانب الشرعي ومسموحا في الجانب العقلي ولكن العرف لا يقبل، كثير من المباحات ربما العرف لا يقبل، خب الإنسان يجب أن يراعي جانب العرف أيضا. يعني بالإضافة إلى ما يتطلبه الشرع والعقل نحن نراعي جانب العرف أيضا، ولكن لا نعتبر العرف الملاك الوحيد أو لا نقدم العرف على الشرع. ولا المؤمن المسلم يعيش ربما في وسط غير مسلم متدين بدين آخر أو غير متدين، إذا عندهم بعض الأعراف التي مهمة جدا ولا تتنافى مع شرعنا ومع العقل، خب نحن نحاول أن نراعي هذا أيضا حتى لا نعد من يأتي بالمنكر حسب عرفهم. المؤمن يجب أن يكون له مكانة في أعين الناس حتى غير المؤمنين. نعم، إذا هم يتبقون منا أن نعبد الأصنام، خب نحن لا نستطيع أن نعبد الأصنام، هذا غير المشروع شرعا وعقلا، ولكن إذا هناك أشياء في مجال قوانين قواعد عرفيات فنحن نراعي إذا لا تتنافى مع العقل والشرع. خب هذا الأمر السادس. الأمر السابع هو العجب، يتكلم هو للعجب، ولكن بدل من أن ندخل في الأمر السابع الذي يحتاج إلى الوقت نرجع إلى الميزان. كما قلت لكم إن شاء الله نريد أن نشير إلى بعض القضايا حول الأدب، وأنا بشكل خاص قلت أذكر لكم أمثلة من الأمر الثامن: أدب الأنبياء مع الناس. ففي صفحة 297 من المجلد الثالث هناك عنوان الثامن: أدب الأنبياء مع الناس. هو يقول أدب الأنبياء عليهم السلام مع الناس في معاشرتهم ومحاورتهم مظاهر هذا القسم. من مظاهر هذا الأدب يأتي في الاحتجاجات بين الأنبياء والكفار والمحاورات التي جرت بينهم. طبعا هذا قسم لكن قسم مهم. مثلا
أما الأدب في القول هو يقول فإنك لا تجد فيما حكي من شذرات أقبالهم مع الأتاة والجهلة أن يخاطبوهم بشيء مما يسوءهم أو شتم أو إهانة وإزراء. يعني مع حتى مع الأتاة، مع المرد، مع الجهلة الذين كانوا يخاطبون الأنبياء بشكل سيء، أنت لا تجد، اللهم تبارك يقول لا تجد الأنبياء إذا قاموا برد الفعل وخاطبوا الجهلة مثل الجهلة، لا ما لا سمح الله، لم يخاطبوهم بشيء يسومهم أو بشتم أو إهانة. قد نال منهم المخالفون بالشتم، يعني المخالفون شتموهم، قد نال منهم المخالفون، نال منهم المخالفون يعني المخالفون قاموا بهذه الأشياء ضدهم، يعني عرضوهم لهذا الشتم والطعن والاستهزاء والسخرية كل مثال، فلم يجيبوهم إلا بأحسن القول وأنصح الوعظ معرضين عنهم بسلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وبعد ذلك ويذكر أمثلة، مثلا قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني قوم نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني هذا كيفية خطابهم لنوح والمؤمنين، حتى يتهمونهم بالكذب. ماذا كان جواب نوح؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. لا يقول أنتم أعمى، يقول وأنتم لا تستطيعون تروا، أنلزمكم ها وأنتم كاره لها كارهون. ماذا أقول أفعل؟ عندي بينة وأنتم لا ترون هذه البينة، ولا يقول لا ترون، يقول هذه البينة غير مرئية عندكم، خب كيف نستطيع أن نلزمكم؟ يعني لا يقول أنتم كذاب، آباؤكم كذابون وكذا وكذا، أنتم أرازل، أنتم أشرار، لا، بشكل حاده ومؤدب فقط يركز على مسألة، يعني يقول ماذا أفعل؟ أو مثلا يذكر قوم هاد، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت بسبب عقاب من جانب آلهتنا أصبحت مجنون أو سفيه. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. لا يقول أنتم مجانين، لا يقول آلهتكم كذا وكذا، لا، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، حتى لا يقول ما تشركون من دونه مثلا كذا وكذا، يعني لا يشتم. بشأن آزر
قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. سوره مریم آیه 47. ماذا عجب؟ قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قوم شعيب قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا أجاب؟ ما قال أنتم سفهاء، لا، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهناك أمثلة غير ذلك. وبعد هذه الأمثلة يقول إلى غير ذلك من أنواع الشتم والرمي والإهانة التي حكى عنهم في القرآن ولم ينقل عن الأنبياء أن يقابلوهم بخشونة أو بذاء بل بالقول الصواب والمنطق الحسن اللين اتباعا للتعليم الإلهي الذي لقنهم خير القول وجميل الأدب. قال تعالى خطابا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه تقى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني الله أدبهم بهذا الأدب. وقال لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وبعد ذلك أيضا يقول ومن أدبهم في المحاورة والخطاب أنهم كانوا ينزلون أنفسهم منزلة الناس. هذا مهم جدا في الحياة الاجتماعية خاصة للقادة، خاصة للذين يقومون بالإرشاد والإصلاح، أن ينزلوا أنفسهم منزلة الناس فيكلمون كل طبقة من طبقاتهم على قدر منزلتهم. و بعد ذلك يشير إلى هذا الحديث إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وبعد ذلك يقول وليعلم أن البعثة بالنبوة إنما بنيت على أساس الهداية إلى الحق وبيانه، يعني بيان الحق والانتصار له والانتصار للحق، يعني المهم أن يتجهزوا بالحق في دعوتهم وينخلعوا عن الباطل ويتقوا، هذا رائع جدا، أهل الحق الذين يريدون أن يهدوا الناس إلى الحق يجب أن ينخلعوا عن الباطل ويتقوا يتجنبوا شبكات الضلال، أي شيء مثل الكذب مثل الشتم كل هذه الأمور. فإن شاء الله إذا تريدون أن تقرأوا كل الناس راجعوا الميزان المجلد السادس، وهناك كما قلت لكم أبواب مختلفة للبحث الأدب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأدبين بالآداب المعنوية والآداب الاجتماعية، وأن يؤدبنا ولكن ليس بالعقاب، لا تؤدبني بعقوبتك، أن يؤدبنا برحمته، أن يؤدبنا بمحبته، أن يؤدبنا كما كان يؤدب الأولياء الصالحين له. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى العجل فرجهم. أيدكم الله شيخنا. شكرا، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، الله يحفظكم. الله يوفقكم والله. يعني طبعا درسان، الدرس الأول عقائدي و يرتقي بالإنسان إلى السماوات ويجعله متبصرا بما يعيشه في هذه العوالم، والدرس الآخر درس أخلاقي يصنع الإنسان، يصنع جوهر الإنسان، يصنع نفس الإنسان، يصنع خلق الإنسان، وأيضا يرتقي به إلى السماوات حقيقة. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. إذا في أحد عنده أي مداخلة يعني سواء مكتوبة أو يعني فهية شيخنا، إلى ما بس يعني إن شاء الله نحث الأخوة والأخوات على السؤال والمداخلة. فيما يتعلق بمسألة الأعراف العرف، هناك طبعا بعض الأعراف تختلف بين الأمم، لا سيما للمخالطين، من أمثال بعض الأخوة والأخوات الحاضرين معنا الذين يعيشون في دول الغرب، فهم من جهة يخالطون الناس الذين يقطنون في هذه الديار ولهم أعرافهم وتقاليدهم، ولكنها قد لا يعني بعضها لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الإسلامي. على سبيل المثال في مسألة يعني فقط من باب المثال، عندما يتقابل شخصان من جنسين مختلفين يتصافحان، فإذا أمسك المسلم يده عن مصافحة الأنثى ففي ذلك مثلا ضرر كبير، مثلا ينظرون كأنه متعالٍ أو كذا. في هذا طبعا هناك نعم، يعني أنا ما أتكلم من الباب الفقهي، معروف يعني باب الفقهي أيضا، ولكن يعني هذا الأمر تجعل من هؤلاء ينفرون بعض الشيء. في هذا المجال ينبغي أن يكون طبعا هناك مراعاة إلى الشرع، ولكن في هذا يعني هذا ضرب مثال. يعني مثلا إحنا في أعرافنا الإسلامية الأصيلة يعني ما نصفق تصفيق يعني clothing، بس في الأعراف مثلا الغربية وربما أيضا في الأعراف العامة العربية يصفقون ويصفرون وما إلى ذلك. فإذا كنت بحضرة شخص وألقى كلمة ومن لم تصفق فقط قلت له ما شاء الله كذا الشكل، قد مثلا يأخذ في نفسه. هذه ربما أمثلة بسيطة. فيعني مسألة العرف قد يختلف من مكان إلى طبع. مكان، ولكن نعم تفضلوا إذا عندكم أي تعليق في هذا الجانب. نعم، يعني علامة طباطبائي يتعرض لهذه المسألة ويقول الآداب مختلفة، يقول ربما، هذا كلامه، يقول ربما كان عند قوم من الآداب ما لا يعرفه آخرين، يعني الآخرون لا يجدونه معروفا. ربما كان بعض الآداب المستحسنة عند قوم شنيعة مذمومة عند آخرين، فتارة ليس معروف ولكن لا يعبون، تارة شنيع. وهنما يذكر مثال، هو يذكر أمثلة مختلفة. مثلا يقول في الإسلام التحية بالتسليم، عند قوم برفع القلانس، عند بعض برفع اليد حيال الرأس، عند آخرين بالسجدة أو ركوع أو انحناء بتأتأة الرأس، يعني طرق مختلفة. وكما أن في آداب ملاقات النساء عند الغربيين أمورا يستشنعها الإسلام ويذمها، يعني ربما يصفقون ربما يقبلون، فيقول هناك آداب مختلفة. ولكن
يقول هذه الاختلافات جميعا إنما نشأت في مرحلة تشخيص المصداق. وأما أصل معنى الأدب وهو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الفعل فهو مما أطبق عليه العقلاء. يعني كل يريدون أن يحترموا مثلا الشخص الآخر عندما يلاقون، ولكن كيف يبرزون هذا الاحترام؟ هذا حسب ثقافتهم، حسب ديانتهم، حسب أعرافهم ربما يختلف. فإذا كما قلت لكم نحن لأننا نريد إذن أن نحترم الطرف الآخر، إذا هناك شيء حسب أعرافهم لازم بحيث إذا لا نأتي به نحن لا نحترمهم في أعينهم، ولكن لا ينتنافى مع العقل والشرع، خب هنا نحن يجب أن نكون منفتحين. مثلا إذا أذهب إلى مجتمع بالإضافة مثلا إلى السلام، أنا أستطيع مثلا أن أرفع مثلا قلنسوتي مثلا، خب لا بس هذا نحن نحترمهم كما هم يتوقعون، ولكن إذا هم يقولون لا يجب أن تصفق مثلا المرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبي، خب هذا ليس مسموح في شرعنا فنحن لا نستطيع أن نفعل هذا، ونبين لهم نوضح لهم حتى يفهموا. الناس المثقفون عادة يفهمون ويقبلون، وحتى في بعض الأحيان يعتذرون إذا مثلا امتدوا أيديهم ونحن نوضح يقبلون. الاتحال الظروف تختلف، وبما أن هذا مجال عملي يجب أن نعمل وفقا لفتاوى مراجعنا. ربما في بعض الظروف الخاصة التي يكلف مثلا حياة الناس أو لا أدري أشياء مهمة مثلا ربما يسمحون ربما لا يسمحون. على أي حال هناك منطقة الفراق يعني من ناحية الشرعية لا بأس به، من ناحية العقلية لا بأس به، ونحن نستطيع أن نكون في هنا متسامحين حتى نلتقي الناس حسب أعرافهم. أحسنتم شيخ، الله يحفظكم. هناك سؤال من الأستاذة بتول قاسم تقول هل هناك فرق بين البرهان والحجة؟ طبعا بفارق يعني ربما هي لا تقصد الفارق اللغوي، الفارق اللغوي معروف، فتقول كيف يمكن تقديم الحجة على أنها دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ تفضلوا. البرهان عند المناطق منطقيين والفلاسفة نوع من الحجة، لأن المنطقيون يقولون عندنا معرف وعندنا حجة. المعرف يعني الحدود والتعريفات لأجل توضيح التصورات، الحجة لأجل توضيح التصديقات، التصديقات النظرية يحتاج إلى الحجة، والحجة يعني استدلال، عندهم قياس وعندهم تمثيل وعندهم استقراء. فقياس له أنواع، البرهان أحد أنواع القياس، وهذه السلة بين الحجة والبرهان، يعني العموم والخصوص المطلق في عرف المنطقيين.